بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ماضٍ مستقبلٌ ثغرة. حديثنا يدور بإذن الله تعالى عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى فيما يرتبط بالماضي، حدث وقع في زمن مضى، السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه في قصيدة من قصائده الرائعة يخاطب المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويقول: لما دعاك الله قدما لأن تولد في البيت فلبيته. الله عز وجل دعاك قدما أن تولد في البيت، أنت لبيت هذه الدعوة. لما دعاك الله قدما لأن تولد في البيت فلبيته، شكرته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. كتاب البخاري، كتاب مسلم، بعد هذين الكتابين عند العامة لعله أهم كتاب في أحاديثهم، ولعله أصح كتاب في أحاديثهم، هو كتاب المستدرك على الصحيحين، لأنه اكتفى بذكر الأحاديث التي بأسانيد صحت عند الشيخين عندهم، وسماه المستدرك على الصحيحين. الأسانيد غير الصحيحة عند البخاري ومسلم ما جاء بها في هذا الكتاب، كل أسانيد يعني كل الأحاديث التي نقلها في هذا الكتاب نقلها حسب الأسانيد الصحيحة عند الشيخين، عند البخاري ومسلم، ولعل هذا الكتاب أصح كتاب عندهم. وطبعا هذه الشخصية هو مؤلف كتاب المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، من أرقى من أعلم من أوثق العلماء في هذا المجال عندهم. أقرأ لكم
نصا من هذا الكتاب، من كتاب المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 483، يقول: فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شخص مثل الحاكم النيسابوري بهذا المستوى عندهم يدعي في هذه العبارة وفي هذا الكتاب بالذات يدعي تواتر الأخبار. تعلمون الأخبار المعتبرة درجات، أعلى درجات الأخبار المعتبرة التواتر. التواتر يوجب العلم، يوجب الاطمئنان، شيء فوق مستوى الاعتبار. رواية صحيحة سندا، رواية معتبرة، رواية حسنة، رواية معتبرة. الرواية المتواترة لا تكون إلا باجتماع روايات كثيرة حتى يصبح الخبر متواترا. الحاكم النيسابوري، طبعا الحاكم النيسابوري كان قبل أكثر من 1100 سنة لعله ولد، ولادته قبل أكثر من 1100 سنة، قديم هو. الحاكم النيسابوري في هذا الكتاب الذي هو لعله ثالث أصح كتاب عندهم بعد البخاري ومسلم يدعى التواتر، وادعاؤه في محله وادعاؤه حجة كبيرة عليهم. الحافظ الكنجي الشافعي عنده كتاب اسمه الكفاية، هناك ينقل عن الحاكم النيسابوري أيضا عن طريق ابن النجار عن الحاكم النيسابوري قال: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة 13 ليلة خلت من رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه، إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. الآلوسي تعرفون صاحب التفسير، وتفسيره يعد من أفضل التفاسير عند العامة، عنده كتب عديدة، من جملة كتبه عنده كتاب شرح القصيدة العينية لعبد الباقي العمري. عبد الباقي العمري عنده قصيدة، طبعا عبد الباقي العمري عمري المذهب والنسب أيضا حسب ما يقال، يعني ينتسب إلى عمر بن الخطاب على ما يقال. عبد الباقي العمري عنده قصيدة: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. قصيدة جدا رائعة في مدح المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآلوسي عنده كتاب في شرح هذه القصيدة، القصيدة العينية. في ذلك الكتاب عندما يصل إلى هذا البيت، وهو البيت الأول لعله من القصيدة على ما ببالي: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، يقول الآلوسي: وكون الأمير كرم الله وجهه، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا. هذه العبارات عبارات عند علمائهم، عبارات دقيقة، شيء مشهور عند العلماء، ممكن يقال مشهور عند العلماء، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الفقهاء. لا، العبارة لا يقول هذا مشهور عند العلماء، عندهم أسانيد كثيرة كما ادعى
الحاكم النيسابوري تواتر الروايات، لا، يقول هذا أمر مشهور في الدنيا، يعني عند العلماء وغير العلماء. وكون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا، وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة إلى أن يقول: ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه. وضع غيره يعني وضع غيره في الكعبة المشرفة، هذا ما اشتهر بالنسبة إلى غيره كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه. وما أحرى، بعد أن نقل هذا الموضوع العلمي يقول كلمته: وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين. بعد صفحات يصل إلى بيت آخر من هذه القصيدة، وهو قول الشاعر العمري: وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. عندما يصل إلى هذا البيت يقول: حيث إن عليا صلوات الله عليه ولد في بطن الكعبة، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يكافئ الكعبة بوضع الصنم عن ظهرها، فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى الله تعالى عبادة الأصنام حولها، وتقول: أي رب، حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي؟ والله تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك. كلمات ضمن مئات الكلمات، لا آلاف الكلمات، من العامة، من الخاصة، من العلماء، من الشعراء. راجعوا الغدير، والغدير نقل شطرا. الغدير أساسا مهمته ما كانت هذه القضية، مهمته كانت قضية الغدير. العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في موسوعة الغدير كانت مهمته قضية الغدير. هذه القضية ذكرها استطرادا، قضية مولد الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة المشرفة، ذكرها استطرادا، مع أنه ذكرها استطرادا راجعوا المصادر التي ذكرها العلامة الأميني وغيره. طبعا هذا شيء نزر من كثير كثير جدا فيما يرتبط بمولد المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة المشرفة بمولده الشريف. هذه نقطة ماضوية. النقطة الثانية، نقطة مستقبلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا هذه النقطة. هناك آية قرآنية مخيفة جدا جدا، لعلها، لا أقول لعلها، حتما من أخوف آيات القرآن الكريم هذه الآية، من أخوفها على المؤمنين. الآية المباركة هي قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها جهنم. هذه الآية شاملة للمؤمن والمنافق والكافر، شاملة للكل. إن منكم، إن النافية يعني ما، إن منكم إلا واردها يعني ما منكم إلا واردها، كلكم تريدون جهنم، كان على ربك حتما مقضية. هذه الآية شاملة للمؤمن، نعم، شاملة للمتقين. الآية التالية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الفارق بين المؤمن والكافر، كلاهما يريدان جهنم، ولكن الفارق أن المؤمن يمر يخرج والكافر يبقى في جهنم، يسقط في جهنم، هذا الفارق، ولا كلاهما يريدان جهنم. المؤمن الخالص يمر كالبرق الخاطف،
ولكن يرد جهنم يرد جهنم. ما هو معنى ورود جهنم أيا كان؟ القضية بدرجة من الإخافة لو كنا نستوعب، لو كان من الممكن أن يموت الإنسان في يوم القيامة خوفا كان المؤمن يموت من هول هذا المنظر. المؤمن الخالص الذي يمر كالبرق الخاطف كان يموت من هول المنظر. لنفرض أن حرارة جهنم لا تمسه، لنفرض هو المنظر كم هو مخيف، جهنم هذه إذا كان المقرر على شخص أن يرد نار الدنيا، طبعا ليست نار صغيرة، نار أكبر من الكرة الأرضية. الكرة الأرضية ما هي أصلا؟ أن يرد هكذا نار من نار الدنيا، من نار الدنيا، لعل الإنسان كان يموت، كان يصاب بجلطة ويموت، فكيف بنار القيامة؟ نار الدنيا فيها نور، نار القيامة نار مظلمة، نار سوداء، ظلام دامس، دامس دامس يعني. درجة حرارة نار القيامة كم هي؟ ليست بالآلاف، ألف درجة وألفي درجة وثلاثة آلاف درجة، ملايين الدرجات، مليارات الدرجات، لا أعلم. نار القيامة فيها صوت، لها صوت، لها زفير. زفير نار القيامة لا يسمع على بعد 100 متر وكيلومتر، 50 كيلومتر ومائة كيلومتر، على بعد آلاف الكيلومترات يسمع صوت جهنم. آلاف الكيلومترات، تصوروا البعد. صوت مرعب، صوت جهنم يقتل الإنسان. نار جهنم بخلاف نار الدنيا، نار الدنيا ميتة، نار الدنيا لا حياة لها، جماد، جماد يحرق، نار الدنيا هكذا. نار القيامة ليست جمادا، نار القيامة لها شعور. نار القيامة بالروايات الكثيرة الصريحة، نار القيامة هي تغضب على الشخص كالأسد المفترس، نار القيامة هي تهجم على الشخص، عندها مشاعر، غضبانة، واقفة، منتظرة، ليست كنار الدنيا. نار الدنيا ميتة، مجرد شيء جماد يحرق فقط، نار القيامة هي تخيف، هي غضبانة على الأشخاص. خلاصة الكلام في نار القيامة، نار سعرها جبارها لغضبه، هكذا نار. تصوروا أن الإنسان يريد أن يمر، يريد أن يرد هكذا نار، يتمكن أن يبقى حيا؟ لولا أنه في القيامة لا يوجد موت، وإلا كان المؤمن في اللحظة الأولى يموت، من تصور الموقف كان يموت قبل أن يرد جهنم. الآية جدا جدا مخيفة. أصلا لا نتمكن نحن في الدنيا هذه المعادلات، لا نتمكن أن نتصورها أصلا، لا معادلات الجنة لا معادلات النار. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في النار أيضا كذلك.
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان حتى في الحسبان، يعني فكر البشر لا يتمكن أن يصل إلى ما يوجد في نار جهنم. في الجنة هكذا، في النار هكذا. كم مخيفة هذه الآية، لا حساب له أصلا، هذا الخوف لا حساب له في الدنيا. بمقدار ما هذه الآية مخيفة، في المقابل توجد آية مريحة بنفس المقدار، توجد آية مفرحة، توجد آية مطمئنة. طبعا الآية الأولى إن منكم إلا واردها شاملة بوضوح، أصلا شاملة للمؤمن والمنافق والكافر، شاملة لغير المتقي والمتقي. ولذا الآية التالية تقول ثم ننجي الذين، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ننجيهم ولا يردون يردون. كم هذه الآية مخيفة، في المقابل توجد آية أخرى مريحة مطمئنة. ما هي الآية الأخرى؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها، عن جهنم، الآيات عن جهنم. توجد فئة هؤلاء بعيدون عن جهنم. أمران، الأمر الأول بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، الأمر الأول من هم هؤلاء؟ الآية تتحدث عن من؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني من؟ أتمكن أن أفسر هذه الآية المباركة بالقرآن نفسه. تفسير هذه الآية المباركة موجود في القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، هذه الآية تفسيرها في الآيات القرآنية الأخرى. لا أتحدث عن الآيات القرآنية، روايات كثيرة وروايات صحيحة تبين بكل وضوح من دون أي غموض، تبين المقصود من هذه الآية المباركة من هم. حديث من الأحاديث الشريفة، وأحاديث عديدة في هذا المجال بل كثيرة، حديث من الأحاديث الشريفة، حديث بسند صحيح حسب تعبير بعض العلماء أعلائي السند، كل رجال السند ثقات أجلاء، عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث مفصل يخاطب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، يا علي أنت وشيعتك، يا علي أنت وشيعتك. يبين النبي صلى الله عليه وآله أمورا إلى أن يقول علي صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم، ثم يقول بعد ذلك وفيكم نزلت هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وفيكم نزلت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله صل على محمد. تكريم للمولى أمير المؤمنين، فداء لاسمه الشريف. كل الناس بما في ذلك المؤمنين في زمن إبراهيم، بما في ذلك المؤمنين في زمن موسى، بما في ذلك المؤمنين في زمن عيسى، كل الناس بما في ذلك المتقين، بما في ذلك الخلص، يردون جهنم باستثناء طائفة واحدة، وهم شيعة علي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. استثناء، هؤلاء لا يردون جهنم. ليس فقط لا يردون جهنم، أولئك عنها مبعدون. كم بعدهم عن جهنم؟ كيلومتر، 5 كيلوات، 10 كيلوات، 1000 كيلومتر، 5000 كيلومتر، 10000 كيلومتر، لا، بعدا لا يسمعون حسيس جهنم، حسيس جهنم على بعد آلاف الكيلومترات يسمع.
لأن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها. أي تكريم للمولى أمير المؤمنين، هو أهل أن يكرم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ارتباط شيعته به جعلهم يكرمون بهذا التكريم. استثناء من كل البشر، هؤلاء استثناء. الأمر الثاني في هذه الآية المباركة، أحيانا شخص قريب منك تشير إليه باسم الإشارة العادية، تقول ذا، ها ذا، ها للإش ها التنبيه، ذا اسم الإشارة، تقول هذا. أحيانا شخص بعيد عنك لا تقول هذا، تقول ذاك، تأتي بكلمة بحرف الكاف. هذا في المفرد. في الجمع اسم الإشارة للمفرد ذا، إذا أشرت للبعيد تقول ذاك أو ذلك مع اللام أو بدون لام. للجمع اسم الإشارة للجمع ما هو؟ أولاء، تقول هؤلاء، ها للتنبيه، اسم الإشارة أولاء. للبعيد ماذا تقول؟ تقول أولئك. القريب تقول هؤلاء، للبعيد تقول أولئك. الإشارة للبعيد أحيانا تستعمل لا للبعيد المكاني، للبعيد الشأني عنك، الشخص الذي لا تحبه، الشخص الذي تكرهه، تريد أن تحقره، تقول ذاك، هو جالس عندك، لا تقول هذا، تقول ذاك أو ذلك للإهانة، للاستخفاف، الاستحقار. اسم الإشارة للقريب إذا استعمل، اسم الإشارة البعيدة إذا استعمل للقريب يكون أحيانا للاستحقار. العجيب أنه، وليس عجيبا طبعا في اللغة العربية، هذا شيء كثير، أحيانا يستعمل ذلك للتعظيم، هو بجالس عندك، شخصية مرموقة جدا، لا تقول هذا، تقول ذلك للتعظيم. هذا الشيء اسم الإشارة للبعيد أحيانا يستعمل للتحقير، أحيانا يستعمل للتعظيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا الكتاب، يستعمل اسم الإشارة لتعظيم الكتاب، لتعظيم القرآن. في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب، ولكن لتعظيم الكتاب يقول ذلك، لأن شأنه عظيم، يستعمل اسم الإشارة للبعيد. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في هذه الآية المباركة؟ يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك، أولئك الاسم الإشارة للبعيد، أولئك عنها مبعدون. تعظيم، ليس فقط بشارة، بشارة بشارة، أعظم بشارة هذه أنهم لا يردون جهنم، مبعدون عن جهنم. بالإضافة إلى هذه البشارة هناك تعظيم، توقير، تجليل للشيعة، أولئك عنها مبعدون. أصلا هو تكرار المبتدأ، هنا كلمة أولئك للتأكيد، كلمة أولئك للتعظيم، وإلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون، خلص. الذين سبقت لهم منا الحسنى اسمه إن، خبروا إن مبعدون، خلص، لا يحتاج إلى أولئك. أولئك تكرار المبتدأ، هذا أيضا تعظيم آخر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك، تريدون أن تعرفوا تفسير الآية من القرآن الكريم راجعوا كلمة الحسنى في القرآن الكريم تعرفون من هم المقصود، ناهيك عن الرواية الشريفة.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نقطة مستقبلية إن شاء الله نراها. النقطة الأخيرة أسميها ثغرة، أسميها مشكلة، نقصان، أي شيء. هذه النقطة أقرأ حديثا شريفا هي تبين هذه النقطة، هذه الثغرة، هذا النقصان. هذا الحديث الشريف الذي عنده ولاية أمير المؤمنين ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يلزم أن ينتبه إلى هذه النقطة، هذه ثغرة، هذا نقصان. الحديث الشريف هذا عن يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب من أصحاب الأئمة الصادق والكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليه، شخصية جليلة جدا، ثقة، جليل، فقيه، من عائلة فيهم ثقات، فيهم فقهاء. خاله معاوية بن عمار من أوثق الثقات، من أعظم الفقهاء، من تلاميذ الأئمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا أبو معاوية، معاوية بن عمار، عمار كان من العامة طبعا، وسمى اسم ابنه بهذا الاسم. طبعا هو أيضا من علماء العامة يعتبر. معاوية بن عمار خال يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب شخصية مرموقة، وهو من وكلاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. له منزل، عندما توفي يونس بن يعقوب أرسل كفنه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مع حنوطه، مع تجهيزه، كتبوا عنه وجميع ذلك، وجميع ذلك يعني كل ما يرتبط بتجهيزه لعله. له مكان عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الذي له مكان عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون له أشياء قد لا يبينوها للآخرين. ليس كل شخص يتحمل. أما أنت يونس بهذا المكان تقول هذه الكلمة، لا، فورا ينبهونه، كلمة خاطئة فورا ينبه عليها. يونس ابن يعقوب روي عنه أنه قال: قلت للإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما: لولائي لكم، قال هذه الكلمة للإمام، لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. أنا ولائي لكم، معرفتي بحقكم، هذا الشيء الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى، هذه الولاية، هذه المعرفة التي أعطانيها الله سبحانه وتعالى، هذه أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. يقول يونس: فتبينت الغضب فيه. عندما قلت هذه الكلمة للإمام موسى بن جعفر رأيت الغضب في ملامح الإمام، الإمام غضب. لماذا قلت هذه الكلمة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا يونس، قستنا بغير قياس، تقيس ولايتنا بالدنيا وما فيها؟ هذا قياس خطأ غير مناسب. ما هي قيمة الدنيا أمام ولايتنا حتى تقيس بينهما وتقول لعن ولايتكم أحب؟ شيء شبيه شيء آخر، أقول هذا أحب من ذاك، فاكهة طيبة وفاكهة طيبة أخرى، أقول هذه الفاكهة الطيبة أحب إلي من الفاكهة الطيبة الأخرى. أما تقيس الأرض بالسماء، تقول السماء أعلى من الأرض، مضحك. ثم
قال عليه الصلاة والسلام: يا يونس قستنا بغير قياس، قياسك غير صحيح. ما الدنيا وما فيها؟ تقيس الدنيا وما فيها بمحبتنا، بولايتنا، بمعرفتك بنا، ثم تقول معرفتكم أحب. ما الدنيا وما فيها؟ هل هي إلا سد فورة أو ستر عورة؟ الدنيا ما هي سد فورة أو ستر عورة، ليس أكثر. تقيس هذا. وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة، هذا تقيسه بذاك؟ قياسك غلط أصلا. يا يونس قستنا بغير قياس، ما الدنيا وما فيها، هل هي إلا سد فورة أو ستر عورة؟ وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة. لعل بعضنا لا يقول هذه الكلمة بلسانه، أن ولاية أهل البيت أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولكن هذا التصور إذا كان موجودا خطأ. البعض يقول: أنا ولاية أهل البيت لا أبيعها بالدنيا وما فيها أصلا، ذاك ثمن هذا؟ شخص عنده درة تسوى ملايين الدنانير، يقول: أنا هذه الدرة لا أبيعها بمئة فلس، ليس مضحكا؟ أصلا يوجد قياس حتى تقول أن هذا لا أبيعه بكذا؟ أين المئة فلس من الدرة التي تسوى ملايين؟ أنا أقول: ولاية أهل البيت لا أبيعها بالدنيا، إذا أعطوني الدنيا وما فيها، رئاسة الدنيا، أموال الدنيا، ملذات الدنيا، لو أعطوني أنا لا أعطي ولاية أهل البيت. أصدق يوجد قياس؟ قياس غلط. أبارك لكم الذكرى السعيدة العظيمة المباركة الميمونة العطرة، هذه النعمة الكبرى التي نزلت على الخلائق، ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا إمام المتقين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين سيد الوصيين خيرة الخلق بعد رسول رب العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمكانته عنده، بحبه له وبحبه له، أسأل الله سبحانه وتعالى بما أوجب له على نفسه، أسأل الله سبحانه وتعالى بولاية أهل البيت العظيم عند الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زدنا حبا لهم، حبا لأوليائهم، بغضا لأعدائهم. اللهم وفقنا لخدمتهم في الدنيا، وفقنا لاتباعهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.